احنا بنرد الجميل. بص كمان ما بيقولكش انا بجاملك جميل، بمن عليك ده طالع بمنتهى الرجوله زي ما قلتها، قلت الله على حنينهم ليا ما يتقدر بمال. طول عمر الامه العربيه ولادت رجال. الراجل المحترم لما يعمل معاك حاجه حلوه ويجي كمان يقول لك ده انا برد لك يا محمود، ده موضوع كبير قوي. طيب انا عارف ان انت عملت تعديلات على الاغنيه، الحقيقه لم تصلنا هذه التعديلات بشكل جيد واحنا مقصرين، لكن هنسمعها قبل التعديلات ونسمعها بصوتك برضو، تكون رساله مباشره كده، وعلى امل ان احنا نعيدها تاني ان شاء الله ما يوصلنا السي دي الاصلي ان شاء الله. معلش انا عاوز اسمعها، عاوز الناس تسمع الكلمات وتسمع الغنى واللحن والصوره والكليبات دي، مش هو اللي عاملها الاستاذ مصطفى، دي نسخه يعني سريعه تم انتاجها كده، لكن النسخه الاصليه او الاغنيه الاصليه احنا هنزعها ان شاء الله في مرحله قادمه، بس عاوزين نركز في الكلمات اللي انتجت في قد ايه المره دي. المره دي الكلمات كتبت، وهقول للمشاهدين المفاجاه، انا عيد ميلادي في البطاقه 1/9، انما انا عيد ميلادي الحقيقي يوم ميلادي، انا مش عارف والدي الله يرحمه كان دايما يغير لنا كده انا واخواتي. انا 22/8، انا سجلت الغنى يوم 23/8، فاصحابي عملوا لي عيد الميلاد على غفله يعني من ورايا. انا المفروض اقعد اكتب بقيه الغنوة، لحنت وبكتب بقيه الغنوة عشان ادخل بكره، فمدي مجموعه الكورال المطربين ان هي تيجي بكره. فجيت بمراتي عامله لي عزم اصحابي كلهم وبيحتفلوا بعيد ميلادي، فهم قاعدين في عيد الميلاد، وانا رحت مخلي الراجل في الاوتيل جايب لي ورقه وقلم وقاعد افكر، فكتبت الله على حنينهم ليا ما يتقدر. طب نسمح في المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، دولة البحرين، دولة الأردن، دولة الكويت الشقيقة. دايما يا كويت الأفراح يسلم شعب السلطان، دايما يا كويت الأفراح يسلم أهل السلطان، الله يديم الحب ما بيننا وعيد وعيد.
الله عليك يا مصطفى. دبلوماسيه سياسه خارجيه حينما يكون الفنان اسبق من وزاره الخارجيه بقى، يعني احترمنا كل وزاره الخارجيه.